شو الفرع بتكلم شيء يسعد مساكم يا رب، إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسلامة. معكم مس ليلى كنعان من مدارس الجنان الدولية في مبحث الاتصالات والإلكترونيات. إن شاء الله اليوم راح نكمل الشرح يلي شرحناه في الحصة يلي فاتت. اليوم راح نحكي عن الاتصال والتحقق من اتصال الأجهزة مع بعضها البعض وإرسال البيانات بالشكل الصحيح. قبل البدء باستخدام الشبكة لإرسال المعلومات، من الواجب طبعا أنا كمصمم شبكات حاسوب أنه أتحقق بأن الأجهزة تمتلك عنوان في هذه الشبكة، وهذه الأجهزة قادرة على أن ترسل وتستقبل الحزم الرقمية في الشبكة نفسها بالشكل الصحيح. الأوامر اللي بتهمنا لليوم راح نتعرف عليها هي أوامر الـ IP Config وأوامر الـ Bing. أمر الـ IP Config طبعا بستخدمه لأتحقق من وجود عنوان للجهاز في الشبكة، يبدأ أتحقق أنه أنا أعطيت عنوان IP صحيح للجهاز، وأمر الـ Bing لحتى أتحقق من الاتصال ما بين الأجهزة وعملية الاتصال والإرسال تكون سليمة. في البداية من طبعا نفتح برنامج الـ Backtracer اللي اشتغلنا عليه الحصة اللي فاتت ونتحقق من الأوامر هاي. خلينا نفتح البرنامج. طبعا هذا البرنامج اللي احنا قمنا بتصميمه في الحصة اللي فاتت. اليوم رح ندخل على اعدادات الاجهزة ونستعرض بعض من الاوامر. نشوف نعمل اول شيء simulation للشبكة، نشوف كيف الرسائل بتنتقل ما بين الاجهزة اللي قمنا باضافتها على الشبكة. نرجع ندخل مثلا على الجهاز رقم 1، ندخل عليه وبعد هيك راح نفتح شاشة الديسكتوب. في عنا شاشة مهمة وهي شاشة الـ CMD، نكتب هون الأمر الأول وهو IP config. إذا بنلاحظ راح بيعطيني عنوان الـ IP الخاص بالجهاز الأول 192 نقطة 168 نقطة 1 نقطة 1، وهذا هو عنوان الـ IP للجهاز رقم 1. إذا أنا بكون متأكدت في الحالة إني أنا قمت بإضافة IP للجهاز الأول. بنفس الطريقة إذا بدي أتحقق مثلا الجهاز رقم 6، بكبس عليه مرة، بروح على ديسكتوب، بعد هيك شاشة CMD، بكتب IP config enter. بنشوف إنه الـ IP address 192.168.1.6. إذا بهذه الطريقة أنا بستخدم IP configuration حتى أعرف عنوان الـ IP لكل من الأجهزة. الشغلة الثانية اللي بدي منكم إنكم تتعلموها هو كيف بدي أتحقق من اتصال جهازين مع بعضهما البعض. افرض أنا بدي أشوف الجهاز الأول هل هو قادر على الاتصال مع الجهاز رقم 6، فبفتح عليه بضغطة واحدة، بعد هيك بروح على شاشة CMD وبكتب بنك مع عنوان IP لجهاز رقم 6 وهو 192.186.1.6. بضغط انتر، بلاحظ انه بيعطيني ريبلاي. ايش يعني ريبلاي؟ يعني هناك استجابة من الجهاز رقم 192.168.1.6، بالتالي انا قدرت اعرف انه هناك اتصال سليم ما بين هذول الجهازين. كمان اذا بنطلع هون في عنا الباكيت، فهو مقدار الحزم اللي قام بارسالها وهي 4، ومقدار الحزم التي تم استقبالها برضو 4، ومقدار الخسائر في الحزم 0 حزمي. معناها أنا بتأكد بهذه الطريقة إنه تم الإرسال بالشكل السليم. إذن صفحة 11 إحنا هون أخذنا الأمرين مهمين، هو الـ IP config لمعرفة عنوان الـ IP الخاص بالجهاز، كمان أمر البنك وهو الأمر اللي بيفحص لي صلاحية الاتصال ما بين الأجهزة وإذا كان الاتصال سليم أم لا. كمان اليوم إن شاء الله منا نتأكد أو نراجعكم بشكل سريع كيف أنا أعطيت عنوان IP لجهازي. فبدأ أسكر الشاشات اللي عندي هون، ندخل على Start، بعد هيك على Setting، ومن ثم بدي أفتح إيش الواي فاي Change Elevator Option،
نجي للواي فاي اللي عندنا هون، نضغط كليك يمين بروبرتيز، بنلاحظ هون وجود عنوان الـ IPv4 نفس الشيء بروبرتيز. في عنا طبعا اوتوماتيكلي ممكن انا احصل على عنوان الـ IP بشكل تلقائي. ايش يعني بشكل تلقائي؟ يعني بكون عندك جهة مسؤولة عن توزيع العناوين، وقد يكون هذا برنامج مخصص للقيام بهاي العملية، ممكن يكون استاتيك وانا اقوم بوضع العنوان IP كالتالي، مثلا 192.168.1.3. مجرد ما اضغط انتر بيعطيني السبنت ماسك كالتالي. فهيك انا بكون اعطيت عنوان IP سليم وعنوان IP ستاتيك للجهاز. اذا بتلاحظوا هون في اشي اسمه DNS server، انا هذا معطيته لجهازي حتى احصل على انترنت اسرع داخل اللابتوبات. هاي نصيحة لكم، اذا بتحبوا يكون الانترنت عندكم اسرع ممكن انت تعطي ستاتيك DNS server لجهازك. صفحة 11، هذه كانت حصة أو نحكي شرح بسيط عن هدول الأمرين، حبيت أفصلهم أنا في حصة لحالهم حتى يكون فهمكم للموضوع بشكل سليم وشكل كويس. راح أضيف لكم أسئلة بسيطة على هذا الموضوع لأنه قصير، أتمنى تكونوا فهمتوه بالشكل الصحيح.